تعرف على أسرار العقل الباطن لدى الإنسان. يعتبر العقل الباطن من أقوى القوى الموجودة في الجسم، فهو المسؤول الأول والأخير عن كل التصرفات الإيجابية أو السلبية التي يقوم بها الإنسان في حياته. فإذا أردت أن تتعرف على أهم الأسرار المتعلقة بالعقل الباطن للإنسان، تابع معنا. أولاً، الذاكرة. يقوم العقل الباطن بحفظ كل الصور والأفكار والمعلومات والكلمات التي يراها أو يقرأها أو يسمعها الإنسان خلال اليوم، ويقوم بتخزينها خلال فترة الليل عندما يكون الإنسان نائماً. لذلك فإن الخبراء ينصحون جميع طلاب المدارس والجامعات بأن يقوموا بدراسة المقرر المخصص للامتحانات قبل النوم مباشرة، وذلك لكي تختزن كل المعلومات في الليل. ثانياً، التصرفات العفوية. عادة ما يقوم الإنسان بالعديد من التصرفات العفوية خلال حياته اليومية، والتي يظن بأنها تصرفات مكتسبة من خبرته في الحياة وأنها تحدث بالمصادفة، ولكن في الحقيقة فإن هذه التصرفات العفوية لا تأتي مصادفة ولا عن طريق الخبرة، وإنما تأتي بأمر من العقل الباطن الذي يحرك الإنسان ويرشده دائما. فمثلا عندما يعطش الإنسان لا يقول أنا عطشان، وإنما يقوم بشرب الماء مباشرة، وذلك لأن العقل الباطن هو المحرك الأساسي للإنسان. ثالثاً، طريقه الإيجابي أو السلبي. يمر الإنسان ببعض الفترات المزعجة في حياته والتي تجعله دائم السلبية والتشاؤم، بالرغم من محاولاته العديدة لتحويل أفكاره من أفكار سلبية إلى أفكار إيجابية، وذلك لأن التفكير السلبي والتفكير الإيجابي لا ينبع من العقل الواعي للإنسان، وإنما من العقل الباطن الذي يقوم بالاحتفاظ بكل العثرات والمشاكل التي مر بها الإنسان، يحولها من التفكير اللاواعي إلى التفكير الواعي، وذلك يجعل الإنسان يفكر إما بطريقة إيجابية أو طريقة سلبية. أما السر الرابع والأخير، أنا الأول والأفضل. يعتبر العقل الباطن هو المسؤول الأول والأخير عن كل تصرفات الإنسان وطرق تفكيره، لذلك يجب على الإنسان أن يجعله يختزن كل الأشياء الإيجابية. ولهذا ينصح علماء النفس جميع الأشخاص بتكرار مجموعة من الكلمات الإيجابية لأنفسهم وبشكل دائم ولعدة مرات في اليوم، كأن يقول مثلا أنا الأجمل، أنا الأقوى، أنا الأفضل، أو أنا الأهم، أنا سأنجح، أنا سأتميز. فبهذه الطريقة ستزيل الأفكار السلبية من عقلك الباطن وستستبدلها بأفكار إيجابية.